انا ما بتصورش بصراحه، ما بتصورش ابدا ان في ولي امر ممكن يدافع عن فكره الغش، والله بتكلم بجد، او انه يقول لك اصل الغش غير مجرم بالقانون، يعني ما بفهمش ده خالص خالص، ومش قادر افهم هو ولي الامر او اولياء الامور اللي بيفكروا كده ايه، ايه اللي بيدور في دماغه، يعني ليه عاوز تاخد بعضك وتروح وبتاع وتدافع عن فكره ان الغش او لا توجد عقوبه للغش في الامتحانات مجرمه قانونيا؟ ازاي يا جماعه؟ فان لم تكن مجرمه قانونيا ده احنا نجرمها، احنا عاوزين نربي العيال على الايه؟ على الغش والتزييف والكذب. يعني وعجبني جدا قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل حالات الغش اللي اتظبطت في الثانوية العامة للنيابة. جدا. هتيجي تقول لي طيب يعني هو العيال دي كده هتتحبس؟ هما مش هتحبسوا ولا حاجة. هي قرصة كده. قرصة كده. أي حالة غش يا جماعة تحصل في مدرسة، تحصل في جامعة، لازم يبقى في إجراء يتقرص بيه الودن. يطلع بقى طالب بيغش مش هيتحبس، ما بنقولش كده ابدا ولا عمرنا هنطالب بكده، بس لازم يتقرص. طب طلع ان في حد من الناس اللي بتساهم او بتشارك في عمليات المراقبه واتظبط زي ما كان بيحكي لنا الاستاذ جادي اسيدي غلط امبارح وبتاع، ما هو لازم يتحول نيابه. ده راجل بقى كبير وعاقل وراشد وموظف ومفترض ان هو مؤتمن. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بجامعه المنيا. اهلا بيك يا دكتور حسن. اهلا وسهلا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ ربنا يحفظك يا فندم. والله يا فندم انا دائما انظر الى رجال القانون واساتذه القانون تحديدا نظره ما اقولكش انه قد ايه انا احترم من يعمل بالقانون، وجدا جدا اساتذه القانون ده بامانه شديده، يعني بعتبر ان دول من اذكى الاذكياء اللي في الدنيا يعني. وكلنا نبارلك هذا يا فندم يعني. ربنا يخليك، ده شرف لي وانا طول. قول لنا يا دكتور على مسألة التوصيف القانوني للغش، سواء إذا كان بقى في مدرسة أو في جامعة إلى آخره. أنا لاحظت إنه خلال يومين اللي فاتوا قريت أخبار بتقول إن في أولياء أمور طالعين بيطعنوا في عدم دستورية أي عقوبة أو قانون يجرم الغش، يعني أنا ما فهمتش بصراحة، فأنا محتاج أفهم. تمام يا فندم، اهلا وسهلا بسيادتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين وبرنامج سيادتك اللي يعني بيعتبر اطلاله تنويريه جميله لكل مصري. يا رب يخليك. وانا عايز اقول لسيادتك انا هبدا من حيث انتهيت سيادتك، انه يعني كيف يتاتى لولي امر يعني الاصل فيه انه يعهد اليه بتربيه طفله او ابنه على الفضيله وعلى الشفافيه وعلى الاعتماد على النفس وعلى انه لا يسرق جهود الاخرين، وانه في اطار سياسه التهليب يعني بلغه الشارع او الانتهازيه، يعني نحن نزرع في هذا الابن ان يكون عاصيا لمجتمعه وغير محب وغير منتمي لبلده. وبالتالي يعني ما تفضلت به سيادتك انه بعض اولياء الامور يقولون على هذا القانون او عن هذا القانون انه غير دستوري، ده حدث بالفعل، لانه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي احدث تعديلا بقرار بقانون سنة 2015 وحصل تعديل سنة 17، وبمقتضى هذا التعديل الذي يعني كان الفضل فيه بعد ربنا لفخامة الرئيس القانون 101 سنة 2015، حدث أن بعض أولياء الأمور آنئذ أحيل أبنائهم إلى النيابة العامة وقضت المحكمة ضدهم بعقوبة الحبس والغرامة. فتفضلت سيادتك بانهم قالوا انه غير دستورهم، بالفعل طعنوا بعدم الدستوريه امام المحكمه، والمحكمه في اطار حق الانسان في التقاضي احالت الامر الى المحكمه الدستوريه العليا، والمحكمه الدستوريه العليا منذ احيل لها هذا الامر قضت منذ 3 أشهر او اقل، يعني في شهر مارس سنه 23 يعني حوالي شهرين ونص ثلاثه، برفض هذه الدعوه. وقالت المحكمة كلاما جميلا وبليغا، المحكمة الدستورية العليا زي ما سيادتك عارف أعلى محكمة طبعا في مصر، والدائرة دي أو القضية دي نظرت برئاسة المستشار بول السهم رئيس المحكمة الدستورية وعضوية عظام كبار جدا من قضاة المحكمة الدستورية، فقالت في معرض قولها أن أولياء الأمور يرون أن هذا أمرا تافها، وأنه يعني العقوبة لا تتناسب البتة مع
تفاهة الجريمة، وأنه الحبس سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 200 هي عقوبة جسيمة، وأنه الأصل في العقاب أن يتناسب الجرم مع العقوبة، وأنه شرط التناسب هو شرط في الدستور، وبالتالي افتقدت التناسب. إلا أن المحكمة الدستورية قالت أن هذا الفعل أثره عظيم وخطير على المجتمع، وأنه ليس فعلا تافها، بل بالعكس ربما تكون العقوبة أتفه من جسامة الجريمة. وقررت المحكمة الدستورية العليا، وطبعا أحكام الدستورية كما تعلم ملزمة للكافة في المجتمع، لكل الناس في المجتمع، للرئيس والمرؤوس وحتى للسلطة التشريعية ذاتها. وبالتالي نعود أنه نقول هذا معناها أنه نحن لا نعلم ما يدري أو ما يجري في مصر. خلاص بعد ما صدر الحكم من شهرين ثلاثة أصبح هذا معلوما للكافة، وطبعا بيعلن في الجريدة الرسمية، يلزم به الجميع. وبالتالي إعادة النظر في أنه يا ترى هو دستوري ولا غير دستوري، انفصمت عرى هذه الصلة، ويعني قطعت جهيزة قول كل خطيب. العقوبات هنا عقوبات يعني ليست فقط مرتبطة بأنه هذا طفل في مقتبل ولا شاب في مقتبل العمر، إنما هي طريقة التربية. ربما لو تسمح لي يشارك الإعلام في هذا، أنه بنوع من السلبية في أنه لا نضع نماذج مثلى في أنه كيف يتحرى الإنسان الصدق والعدل والحياد والتجرد، وأن يعتمد على نفسه وألا يسرق جهود الآخرين إلى آخره. ربما فشلنا إلى حد ما في الأفلام أو المسلسلات أو في النوادي أو في قصور الثقافة أو حتى في دور العبادة، سواء الجامع ولا الكنيسة. واسمح لي أن أكون يعني أمينا مع سيادتك، كل هذه عليها مسؤوليات جسيمة كبيرة جدا في تربية النشأ على الفضيلة، وعلى أنه لابد أن يكون أمينا أمام ذاته، وألا يصل إلى مكان إلا إذا كان بعرقه وجهده. وبالتالي النص يعني حتى لا أستغرق نفسي في الأدبيات، وأنا أعلم أنك ربما أبلغ في ذلك مني، النص وفقا للقانون الحالي اللي هو سنة 20 يحدد يعني أفعالا مادية وعقوبات واضحة، فيقرر أنه يعاقب كل من طبع ونشر وأذاع وروج أو يعني دي أو دي أو دي بأية وسيلة، أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش. وفعل الغش معروف طبعا في القانون وفي اللغة، أنه يعني الغش هو الوصول إلى غير الحقيقة بأي وسيلة من وسائل المشروعية. أنا عايز أستأذن حضرتك في مساعدة، وهي هل يفرق القانون في الحالة دي ما بين الغش الجماعي أو تصوير أو طباعة أو ترويج الأسئلة بغرض أنه يتم إشاعة حالة من الغش جماعيا، أو حالات الغش الفردية اللي هو ولد فهلاوي حبتين بيحاول يغش من زميله، مش عارف مجهز ورقة صغيرة بيغش منها، بيحاول يكلم حد على التليفون يغش منه؟ هل فرق القانون ما بين حالة فردية وما بين محاولة إفشاء الغش ما بين الناس؟ أشكر سيادتك جدا على هذا السؤال. ببساطة شديدة، القانون أعطى المحكمة سلطة تقديرية ما بين العقوبة في حدها الأدنى وحدها الأقصى، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك ظروف مشددة في العقوبة تجعل المحكمة تتشدد في العقوبات. فالطفل الذي ربما يعني بنوع من التهور والتسرع والرعونة وعدم الاحتراز وهو في مقتبل العمر، يعني لقي ورقة ربما تحت قدمه فأراد أن يستسهل أو يتسرع، في كل ده وارد. إنما لما يكون القائم على العملية الامتحانية سواء مدرس أو مراقب أو ولي أمر من بره، أو أن هذا الغش أصبح جماعيا، هنا المحكمة بتبقى مستشاطة غضبا، وبالتالي تستطيع أن تتشدد، لأن العقوبة التي يرتكبها الطفل الأول ليست لأنه التعدد يعني ارتكاب الجريمة من أكثر من واحد هو في حد ذاته ظرف من ظروف التجديد، التنظيم للجريمة ظرف من ظروف التجديد، التخطيط، لا، كل هذه الأمور بتبقى تحت بصر المحكمة التي تغير العقوبة في حديها، لأنه احنا بنقول من إلى سواء الغرامة أو العقوبة. وبالتالي صحيح أنه ما فيش حاجة اسمها غش فردي وغش جماعي، لكن عندما يعرض الأمر على المحكمة، المحكمة تستطيع أن تضع عقوبة تختلف يعني في ظروفها، وهذا هو حقها وفقا لتفريد العقاب في القانون الجنائي سواء في مصر أو غير مصر.
صحيح. انما الهدف من هذا انه يعني ما هي القيمه من عمليه التدريس او ما قيمه العمليه الامتحانيه اذا كانت هتكون هزليه صح. او صوريه او نوع من التسلق يعني بهذه الصوره. يعني لماذا تشقى الدوله بكل هذه المليارات التي تصرف على الابنيه التعليميه وعلى نظم الامتحان ونظم التقويم ونظم القياس، ثم بعد ذلك يذهب كل هذا سدى في اطار ما يسمى بالغش، ان انا يعني الغايه تبرر الوسيله او نظريه الميكافيلي. كل هذا يعني يضرب الدوله في مقتل، لانه يعني كيف تستطيع الدوله ان تبني عقولا ومفكرين ومبدعين اذا كانت المساله كلها يعني لا تستطيع الدوله ان تفرز الغث من السمين او القوي من الضعيف او النابه من الخامل او الكسول من المجد. يعني هي مساله في منتهى الخطوره، والدوله بغير تعليم يعني الدول تموت. وانا عايز ابني دوله وعايز ابني مجتمع وعايز اهذب من سلوك المجتمع، وده جزء من فلسفه القانون بشكل عام. انا بشكرك دكتور حسن سند استاذ القانون الجنائي وعميد كليه الحقوق بجامعه المنيا.